مؤتمر اسكندريه السنه دي الثاني عشر كما عودناكم، هو فرصه ان احنا نجتمع بيكم وفرصه ان احنا دايما نقدم كل جديد. السنه دي طبعا عندنا الموفمنت السوداء احنا مهتمين بيها، ليها سيشن كامله هتكلم عن نيو كلاسيفيكيشنز سواء كان في مجال الكوريه في الموفمنت السوداء على الستيجز بتاعت الباركنسونيزم. عندنا تقريبا سيشن او ورك شوب كامل لمده ساعتين ونص وهيز هاند اون تيننج على البوتينيال توكسين، ان شاء الله هيكون مفيد جدا وكل الناس مدعوين للاشتراك فيه.